السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد على القناة مع بشرى في بشرى شانيل. اليوم بشرى غادي تورينا بلادي يا زين اليدوية يا جنات على حشوش كريمة مضيافة وجمال بلادي يا زين بلادي يا جنات على حشوش كريمة مضيافة إن شاء الله الله يعطينا الحروف تكون هي يعني بشرى خير لخوذ الفريق الوطني المنتخب ديالنا اللي هدينا راسنا الحمد لله وشكرا لقطر كذلك لان كان راية الاسلام راية العرب المسلمين وشكرا لكل من سول الله نفسه وطيح قيمة المسلمين والعرب وبالمغاربة والحمد لله. اللي في تشوفوا عندي علاش ما نعودوش نمشيو لينا الطاقة وعدنا هادشي ديال انا مو لاعب هادشي هذا صباغه عندنا صباغه عندنا كلشي لكن انا فضلت باش نشري ليها هذا اللون هذا اللون الذهبي هذه راه كدير تقريبا شي 50 وتغني الجبال عليها بلادي قرة العين والشمس ضوت عليها عروسة ما بين الشطان وتغني الجبال معكم واحد بلاطو واحد بحال هذا بصهم بلادنا تتشاف وما خذوا زوين يعاودوا الإنسان واللي شربها يتعافى دابا غادي نحاول غادي نركز بلادنا تتشاف بيعودوا الإنسان واللي شربنا هيتعافى بلدنا يا دار السلوان بلدنا يا دار السلوان بلدنا يا دار السلوان يا شربة منا بصا ناسها نخوة وضرافة ناسها نخوة وضرافة وكرمهم شايع معروف شحال يا بلادي واللافة واللي سال يجي ويشوف مغرب سبيس البلاد اللهم لك الحمد لله كاين الغلا كاين الغلا علاش حنايا غادي نبقاو نضيعو بحال دابا هذا كنغادي نطلع بلادي يا قرة العين والشمس ضوات عليها عروسة ما بين الشطان وتغني الجبال عليها بلادي يا قرة العين والشمس ضوات عليها عروسة ما بين الشطان
اي واحد عنده شي حاجه اختار يعملوا هكا يحاول يدير اعاده التدوير اذا كان بامكانه يعني كان هي تستاهل دير اعاده التدوير لكن تفاصلوا شويه الدار باش غنشريو ثاني ترموسات اخرى اللهم هادو كما قلت لكم شريت هذيك الصباغه ب 50 درهم كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وهاد الصينيه حتى هي رصونتها حتى هي كما كتشوفوا حتى هي رصونتها هاد الصينيه هادي كاينه هاد الثاني هي كنتمنى الاعجاب ديالكم وكنتمنى الانتقال هذه ناس هالخوا وضرافة